للحديث حول هذا الموضوع بشكل أوسع ينضم معي عبر الهاتف الأستاذ حسين القحطاني المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد. أستاذ حسين مساء الخير وسعيد بوجودك معي في حلقة اليوم. أستاذ حسين. أي نعم. هل بداية هل دخلنا المربعانية فعلا في المملكة وما هي درجات الحرارة التي نتوقعها خلال الأيام القادمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة نحن في الربع الأول من فصل الشتاء، درجات الحرارة متدنية، سجلنا درجات حرارة دنيا بلغت ما دون الصفر على المناطق الشمالية، سجلنا أقل درجة حتى الآن 1 تحت الصفر على طريف. نتوقع بمشيئة الله ونحن ما زلنا في المراحل الأولى من فصل الشتاء أن تبقى أجواء المملكة باردة، وأن موجات قادمة أيضا ستؤثر على المملكة قادمة من الشمال وتساهم بانخفاض درجات الحرارة، وقد نسجل أيضا درجات حارة ما دون الصفر خلال الفترة المقبلة. حقيقة بداية هذا الشتاء يتضح من خلال درجات الحرارة المسجلة، خاصة أن شمال المملكة هي المناطق الأولى التي تستقبل الموجات الباردة وتسجل درجات حرارة دنيا، كما ذكرت لك أنها حتى الآن سجلنا درجة تحت الصفر. من المتوقع بمشيئة الله أيضا أن تسجل المناطق الوسطى والشرقية وأجزاء من المناطق الجنوبية الداخلية درجات حرارة أيضا منخفضة. تبقى السواحل درجاتها معتدلة في فصل الشتاء. فرصة هطول الأمطار التي أشار لها المركز الوطني للأرصاد والتي أثرت في اليومين الماضية على بعض مناطق المملكة سيبقى تأثيرها اليوم وغدا على المنطقة الوسطى وأيضا الشرقية من المملكة، وكذلك منطقة القصيم تشمل أيضا العاصمة الرياض، مع أيضا انخفاض ملموس في درجات الحرارة تشهدها المناطق الشمالية أو المناطق التي تأثرت بالأمطار خلال الأيام الماضية ويومي واليوم وغدا إن شاء الله. أستاذ حسين، هل دخلنا المربعانية فعلا في المملكة ولا لا؟ حقيقة نتكلم في المركز الوطني للأرصاد من خلال الإطار الأرصادي المعروف. نحن نتحدث عن دخولنا فلكيا وأرصاديا فصل الشتاء، ونحن في الربع الأول من هذا الفصل ونشهد موجات باردة أثرت على مناطق المملكة. تجاوزنا الصفر المئوي في هذه المناطق، ومن المتوقع أن تشهد مناطق المملكة في الفترة القادمة أيضا انخفاض ملموس، وقد نسجل ما دون الصفر وتساقط للثلوج إن شاء الله. أين المناطق التي سنشهد إن شاء الله هطول أمطار عليها مع انخفاض درجات الحرارة؟ نعم، تقرير المركز الوطني للأرصاد ما زال يشير إلى الحالة التي أثرت على مناطق المملكة في اليومين الماضية، أن اليوم وغدا ستتأثر أيضا مناطق القصيم والرياض والشرقية بفرصة لهطول أمطار من متوسطة إلى خفيفة تشمل محافظاتها وأيضا العاصمة الرياض إن شاء الله. شهدنا أيضا تساقط ثلوج في عواصم وعواصم دول لم نشهدها منذ فترة طويلة على غير المعتاد ثلوج، هل سنرى ثلوج على مناطق المملكة في مناطق غير معتاد عليها أيضا؟ حقيقة منذ عام 2008 وهو إلى اليوم نشاهد تساقط الثلوج على شمال المملكة، خاصة جبال تبوك وأيضا الحدود الشمالية، نلاحظها حقيقة في كل شتاء وأصبح أمر معتاد عليه في مناطق المملكة أن يتم متابعة تساقط الثلوج على هذه المناطق مع انخفاض واضح في درجات الحرارة. نعم، حقيقة العالم يمر بما يسمى بالتطرف المناخي والتغيرات المناخية التي يشهدها العالم، سواء في ارتفاع درجات الحرارة بمعدلات غير مسبوقة على مناطق حقيقة لا تشهد هذه المستويات من ارتفاع درجات الحرارة، أو الموجات الباردة وتساقط الثلوج التي نلاحظها في بعض دول العالم، وحتى الجانب العربي لاحظنا في الأسبوع الماضي تساقط الثلوج على الإسكندرية بشكل واضح وأيضا بعض المناطق الأخرى. حقيقة التغيرات المناخية يشهدها العالم ونحن جزء من هذا العالم، وأيضا تتأثر المملكة بحالات مناخية متغيرة. نعم، هل هناك مناطق ممكن أنها يكون غير معتاد فيها في المملكة ولا صعب التكهن بهذا الشيء؟ نعم، حقيقة من خلال السجلات المناخية الماضية نلاحظ أن الحدود الشمالية هذه المناطق هي التي تتأثر بتساقط الثلوج. لاحظنا بعض الحالات الخاصة، مثلا تساقط الثلوج في العام الماضي على بلثمر
وهي تعتبر تسجل في المركز الوطني للأرصاد كحالات خاصة بسبب يعني عوامل جوية معينة قد يحدث بسبب هذه الحالة. نحن نراقب في المركز الوطني للأرصاد المعلومات المناخية ويتم قراءتها بشكل واضح لرؤية التغيرات المناخية التي يمكن نشهدها أجواء المملكة خلال هذا الشتاء والفصول المختلفة التي تمر عليه.